واستاذنكم لو في حد عنده اي اقتراح اي سؤال احنا جاهزين ليه، يعني حد عنده اي سؤال، حد عنده اي حاجه عن اللعبه، حد عنده احنا عايزين نعمل ايه، في نقطه فاتت علينا وما قلناهاش ممكن حد يسال واحنا جاهزين نجاوب عليها. ليها مطربه خاصه، انما كانديه المفروض في حته اهتمام شويه باللعبه، ازاي نرتقي بلعبه الكونغ فو. انا شايف الكاراتيه مسيطر واخد الشعبيه الكبيره، انا بتكلم كلام مثال، الكونغ فو والتايكوندو شبه يعني مش يعني ها، يمكن الكونغ فو احسن شويه من التايكوندو في اسكندريه، انما برضه التايكوندو واخد شويه كده، انما الكاراتيه مسيطر على كل حاجه. ليه ما نهتمش شويه بحته الانديه يعني يبقى في يونيفورم معين للعيب الكونغ فو يبقى متعارف عليه زي بتاع الكاراتيه، بينزل بدله البيضاء على مستوى الجمهوريه كلها يتفرج عليه عارف ده بتاع الكاراتيه، ده بتاع الكونغ فو مش معروف. فليه حضرتك انت من ضمن الحاجات اللي تتحط حاجه زي كده اهوت، يبقى في يونيفورم معين بالنسبه للعيب بتاع الكونغ فو معروف ده في نادي مثلا سموحه المنتزه اصحاب الجياد اتحاد بتاع ده شكل اللعيب ده مميز ومعروف من الفورم بتاعه. موضوع اليونيفورم ده طبعا هو احنا يمكن فكرنا فيه كتير قوي، وانا من الناس اللي بتفكر فيه كتير قوي يعني. احنا عندنا مشكله اساسيه، المشكله الاساسيه ان احنا بالنسبه للطول او الاساليب فهي ليها يونيفورم محدد بالنسبه للطول. بالنسبه للسنه ده احنا ما عندناش يونيفورم ولا دوليا عندنا يونيفورم، ولا طبعا نقدر نعمل يونيفورم في اتحاد محلي بمزاجنا يعني. فانا فكرت تفكير تاني فانت فتحت كده القصه يعني. طبعا احنا عندنا ضمن رياضات الوشو عندنا حاجه اسمها المصارعه الصينيه، هي الجزء الثاني مع الساندا والطاولة المصارعه الصينيه. المصارعه الصينيه انا باذن الله ده برضه ضمن خطتنا اللي احنا لو ربنا كرمنا اللي احنا اول حاجه هنعملها هندخل المصارعه الصينيه بلجنه منفصله في الاتحاد. المصارعه الصينيه دي ليها بدله محدده، ليها لبس محدد، ليها حزام محدد، ليها قوانينها منفصلة عن الساندا والطاولة. الكلام ده هيعمل لنا كذا حاجة، هيعمل صورة كويسة في الأندية بالبدلة اللي هي البدلة السوداء والبنطلون الأبيض دي. هيبقى في فرصة كبيرة بالنسبة للمدربين بتوعنا إن هم يبقى في فتحنا لهم شق تاني مع الطاولة والساندا أو باسم المصارعة الصينية. أهم ما يميز ذلك إن إحنا مش هنبقى محتاجين موافقة من حد. مش محتاجين موافقه من وزاره شباب ولا رياضه عشان ده جزء من الوش يعني. احنا مجرد بس لو ربنا كرمنا احنا مجرد هنجيب خبير هيقعد هنا شهر او شهرين او ثلاثه زي ما هنشوف، هنعمل دوره للناس اللي هي عايزه تحول من الطول ومن السله عايزه تمسك او تخش المصارعه الصينيه، نعمل لهم دوره محدده ونبتدي نخليها زي لجنه منفصله تبعنا ببطولاتها. ده طبعا ليها بطولات عالم، هي مصنفه على العالم المصارعه الصينيه مكملة بطولات في كل العالم. فده جزء اولاني احنا هنعمله عشان نتلافى بيه موضوع اللبس يعني، عشان يبقى الكونغ فو برضه نوعا ما ليه بدله سوداء وبنطلون ابيض، ليه بدله وليه حزام. الجزئيه الثانيه اللي احنا فكرنا اللي احنا قلنا بقالهم كتير شغالين في الاحزمه في مصر هي لا تفيد اللاعب فنيا يعني. الاحزمه انا من وجهه نظري لا تفيد اللاعب فنيا، هي بتفيد الاتحاد ويمكن المناطق وبتعمل ايه بس، لكن فنيا طبقا للبرنامج اللي احنا شايفينه كده مفيش لاعب بيستفاد منها يعني. فاحنا فكرنا ان احنا نغير المنظومه كلها بتاعت الخبرات الاحترافيه نرفعها فنيا يعني، مفيش مشكله اللي هي تبقى بتدخل مورد مالي للاتحاد والمنطقه مفيش مشكله، بس مع ده كله لازم افيد اللاعب، لازم اللاعب يستفاد. ما ينفعش اللاعب بتاع الكاراتيه والجود واللي معاه حزام اسود وليه وضعه وليه احترامه وليه مقامه يخش الملعب اللي واقفين اقل منه حزام بيحيوه، وانا عندي يقول لك حزام اسود ثلاثه دان ولا حد يعرف هو مين ده اصلا. ناس خدت احزمه مجرد اللي هم خدوا احزمه يعني. فطبعا دي برضه قصه الحته دي برضه احنا هنبتدي نشتغل عليها جامد برضه لو ربنا كرمنا بتاعت الاحزمه، حتى نسب الدخل اللي هي موجوده دلوقتي احنا نغيرها. طبعا هو يمكن 90% او 95% يخش الاتحاد، 5% بيخشوا المدربين من المنطقه، فاحنا يعني باذن الله هي 50% 50% يعني. احنا باذن الله ليه؟ احنا القصه مش قصه فلوس، انا مش جاي احوش، انا مش جاي في الاتحاد احوش يعني، انا مش همسك الاتحاد عشان احوش في الاتحاد، لا ما الفلوس اللي تيجي تتوزع على الناس تشتغل فيها ما هو دي هيبقى ليها نظام محدد. معلش احنا هنغير المنظومه دي بس هتبقى واحده واحده يعني،
اصل ما ينفعش تغير ايه الدنيا كلها مره واحده. فاحنا هنشتغل على السيستم واحده واحده بحيث ان انت ما تقعش. انت لو دخلت على السيستم اخترقته كله هيقع منك. لا لا احنا واحده واحده هنبتدي نغير ونبتدي نعمل احسن وتجديد في بعض. فده بالنسبه لسؤال حضرتك. في نقطه بالنسبه للحكام في بطولات بتتعمل للاسف يعني الحكام بيبقوا مش على مستوى يعني مش عايز اوصلها مش كويسه ان الحكام بيبقوا مش على المستوى اللي هو اللي فيه ان يقدر يحكم ماتش او يطلع بطوله كويسه او كرمال. ده يا ريت ليه يعني طبعا بنقول ايه اللي الحاجات اللي هي الواحد لاحظها في بعض البطولات يقول الحكام دول على مستوى عالي شويه او شوف دوران اي حاجه بحيث ان يقدر يساير البطوله اللي معموله زيها ويكون في نفس القوه بتاعت اللعيب بعض حاجه او المدرب قاعد لا احسن من الحكم اللي قاعد على المصاف مثلا يبقى شكله بايخ انت عارف ازاي او برضه بيخلي المدرب ان ما بيقدرش حتى عمليه احباط بتبقى من جواه وكلام ده بالنسبه للحكام. بالنسبه للمدربين انا عندنا هنا اسكندريه طبعا فيها مدربين محترمين قوي على مستوى اسكندريه كلها ما بنخصش حد معين او واحد معين او بتاع يا ريت برضه زي الناس بقى والفيديوهات والاهتمام بيهم شويه. عايز اكلمك في موضوع الحكام والمدربين طبعا الكلام ده يعني معمول حسابه كويس عشان احنا كنا حكام يمكن كنا ماسكين لك ممكن الناس تعرف لا لا انا هقول لحضرتك هو حصل ضروب في الفتره الاخيره بس نتيجه عدم ان في مجموعه كبيره من الحكام بعدت عن مجال التعقيد يعني مجموعه حكام قديمه يعني اللي فاضل من الحكام القديمه او الحكام اللي عندها خبره يمكن عدد بقى قليل جدا بالكتير خمسه ما يكفوش بطوله ابتدى في عدم صقل للحكام الجديد وابتدى الشروط ما بتنفذش يعني انا بقول انا عايز حكم يبقى اساسه لاعب يعني انا المفروض الحكم ده اساسه لاعب عشان يحس على الملعب باللاعب انا كنت بحكم انا كنت وانا بحكم حاسس ان انا بلعب معاه فانا حاسس بالحركه بتاعته وحاسس بالضربه بتاعته بتعيش الماتش نفسه لكن هو كان حصل ضروب كده اللي هو برده كان في يعني كان في حصل قشور معين حتى في صقل عمليه الصقل بالنسبه للحكام فاحنا طبعا احنا جاهزين بيه بان احنا نتلافاه بسرعه يعني ده من اخطر حاجه التحكيم لو ما بيصلح الاتحاد كله بيصلح على فكره كمنظر كشكل يعني التحكيم لما بيصلح ويبقى في عداله فعلا يبقى الناس قاعده حاسه ان كل واحد ترجع بطوله في الحالات دي البطوله بتنجح والاتحاد بيبتدي ينجح ان شاء الله لكن لو كل واحد حاسس ان هو ما بياخدش حقه فبيبقى في مشكله حتى في الاتحاد فباذن الله ده من الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها بسرعه لما ننجح بالظبط وهندخل عناصر جديده يعني اللعيبه اللي بطلت وكده احنا هنبتدي نجيبهم بشكل معين بحيث نعمل لها دوران كامل. ما فيش تقسيم للبطولات يعني تعملوا بطوله على يومين الحكم بيشتغل 12 ساعه بعد اربع ساعات ما بقاش فاهم حاجه. هم ساعتين ولا الحكام ولا اللعيبه ولا المدربين ولا حد ما واخد انا ممكن نايمين طبعا احنا ما عملناش الجداول البطولات مفيش حاجه اسمها بطوله 18 مع 16 مع